هنتكلم على لا فامي ولي ليان فاميليو فيفر دون اون فامي. هنا لي بارون اللي هما الاباء لو بير اللي هو الاب لا مير okay. الام لي زونفون الاطفال لي زونفون بيبقى فيهم لو فيس اللي هو الابن لا في اللي هي البنت لو فرير الاخ ولا سور الاخت. لا غراند فامي العيله الكبيره لي غران بارون لي غران بارون يعني الجدود ده بيبقى فيهم le grand-père ou bien elle allait familièrement papi de la mère papi ou la grand-mère ou familièrement peut-être elle mamie l'oncle l'am ou le khal ما فيش عم وخال en français يعني oncle دي ممكن نقصد بيه عم او خال la tante ممكن تبقى الخاله او العمه les neveux ولاد اختك او ولاد اخوك هم les neveux بنت اخوك اسمها la nièce la nièce الأخت هتبقى نفس الحكاية لانياس دي اللي هي بنت الأخت وبنت الأخ بالضبط بنت الأخ وبنت الأخت ولنوفو اللي هو ابن الأخ وابن الأخت لي كوزان لي كوزان اللي هم الأقارب ما فيش ابن عمي وابن عمتي وابن خالتي ما فيش كلام ده فرنسي في كوزان عموما لما نقول كوزان يعني أقارب لما نقول كوزان جرمان ده الماسكولان ده مع يمشي مع جرمان كوزين كوزين يعني قريبة ده الفيمينا بتاع كوزان اوكي اللي هي جرمان كوزان جرمان ممكن يبقى ابن خالي ابن عمي او ابن خالتي او ابن عمتي والكوزين اوكي جرمان نفس الحكايه بس في الفيمينا لو بيتي فيس اللي هو الحفيد لا بيتيت في اللي هي الحفيد لا بيل فامي لا بيل فامي مش معناها العيله الجميله اوكي لا بيل فامي يعني عيله الزوج او عيله الزوجه دكو الزوج هو la belle famille du mari يعني عيلة الزوج la belle famille de la femme يعني عيلة الزوجة ما اسمهمش بقى les parents اسمهم les beaux parents وبرضو ترجمتهم مش معناها الآباء الجمال يعني اوكي هم اسمهم كده les beaux parents اللي هو بالمصري الحما بالحما والحما وبالظبط الراجل والست الحما الراجل اسمه beau père الحما الست اسمها لا بيل مير لو بو فرير اللي هو اخو مراتي او لو العكس يعني اخو جوزها اوكي دكور لا بيل سور نفس الحكايه يعني اخت مراتي او اخت جوزها لو بو فيس بنت مثلا مجوز بنته لواحد جوز بنته ده اسمه لو بو فيس هو مش ابنه اوكي هو اسمه لو بو فيس برضه مش معناها الابن الجميل ها هو اسمها كده لو بو فيس يعني جوز بنته اوكي وممكن تقال عليه لو جوندر يعني نسيب لا بيل في نفس الموضوع بالنسبه للراجل لو انا يعني مرات ابني اسمها لا بيل في ما بيل في لو ابني متجوز واحده فهي بالنسبه لي ما بيل في اوكي لو ديفورس اللي هو الطلاق اللي هو فيرب ديفورسي divorce ferme le premier groupe le contraire ou le mariage le verbe ou verbe pronominal se marier d'accord les familles recomposées sont les familles qui ont divorcé puis ils se sont remariés la il est يعني احد افراد اتطلق واتجوز ثاني هي دي recomposée hein يعني متكونه من اول وجديد لو واحده مثلا اتجوزت واحد وهي عندها طفل هو مش ابو الطفل هو يعتبر ايه يعتبر جوز ام الطفل ده داكور مش هنسميه بير لان هو مش سون بير هنسميه لو بو بير زي وزي الحما هنا اوكي بيل مير برضو ولو بو فيس زيهم زي هنا زي تقريبا لا فامي لا بيل فامي زي عائله الزوج او عائله الزوجه بس هنا بنقصد بيهم الحما الراجل والست والاخو الزوجه واخت الزوج هنا بنسميه لو بو بير لا بيل مير لو بو فيس ده بالنسبه للي هيتجوز واحده عندها طفل عندها ابن فهو مش ابنه هو سي سون بو فيس اوكي كنا بنقول الابن الجميل بس هي ملهاش علاقه بالابن الجميل وسابيل في لو هو لو هي عندها بنت فبالنسبه له هتبقى سابيل في داكو دومي سور لو واحد عنده اخت من ابوه بس او من امه بس فكنا بنقول نص اخته هي يعني نص اخته اوكي دومي سور ودومي فرير اوكي لو واحد عنده أخ من مامته بس أو من باباه بس لا فامي
extra-conjugal. La famille extra-conjugal, le préfixe extra, يعني خارج. Extra-conjugal, يعني عائلة خارج الزواج. خارج منظومة الزواج. في فرنسا ممكن نلاقي un homme qui vit avec une femme. Deux personnes qui vivent ensemble. يعني رجل وست يعيشوا مع بعض من غير زواج. اسمهم concubin. ما يبقاش اسمه mari et femme. Mari et femme يعني زوج وزوجة. ده في حالة le mariage. العملية دي أصلا اسمها إيه؟ اسمها concubinage. البارتنر الراجل اسمه concubin أو بيبقى اسمه compagnon يعني رفيق. والبارتنر الست اسمها la concubine, concubine أو اسمها la compagne. اوكي. لو هما طبعا صراحين بعض اسمه le pax. ده كان أكرونيم بس بعد كده تحول كأنه نون كومان ودخل في اللغة. وبقى عنده كأدجكتيف باكسي. لما يقول واحد جو سوي ان كونكوبيناج, انا في علاقة بارتنرشيب, دي ما فيهاش ورقة. لكن لما يقول جو سوي باكسي, هو عامل ورقة في البلدية, اتنين عايشين مع بعض وعامل ورقة في لا بريفكتور او في لاميان. لا فامي كريتيان او العيلة المسيحية فيها لو بارين او الاب الروحي, لا مارين الام الروحية. ده بالنسبة للاطفال. البيبي ده هو اللي بيختاروا له لو بارين ولا مارين. لو بارين ولا مارين دول او البيبي او الطفل ده بالنسبه لهم هو مش ابنهم. لور فيول بنسميها لو فيول. لو او لا فيول الابن الروحي بقى. سي كلير؟ سي كلير. تري بيان. طول الليان فاميليو بوسيبل, كل انواع العلاقات او الروابط الاسريه الممكنه. ده فوكابولير مهم تبقوا عارفينه. داكور. فوكابولير نبقى عارفينه زيادة عن ده اللي هو paternel و maternel. لو أنا عايز أقول مثلا mon grand-père. mon grand-père يعني جدي. طب أنا عايز أوضح إن جدي ده من ناحية أبويا أو جدي ده من ناحية والدتي. لو هو من ناحية الوالد هقول paternel الماسكولين اللي هو ده, والفيمينا بنزود الأ. لو من ناحية الأم بنقول ماترنال في الماسكولا وفي الفيمينا بنزود ال. مون غران بير باترنال بقول جدي من ناحية بابايا. لو قلت مون غران بير وسكت بقول جدي وسكت. ممكن يبقى جدي بتاع مامتي أو جدي بتاع أبويا. لكن لما أقول باترنال أو ماترنال بحدد من ناحية الأب أو من ناحية الأم. ده adjective. سي كلير؟ سي كلير.